عليكم البنات، السلام عليكم متتبعين ديالي فين ما كنتو كيدايرين، لاباس عليكم، احوالكم بخير. عيد ام سعيد، يوم عيد الام، وبغي نقول كاع الامهات الله يخليكم لينا والله يطول عمركم وعيدكم مبارك سعيد. واليوم جيتكم فيديو جديد مخالف على كاع الفيديوهات اللي حطيت في القناه عندي. اليوم جيت نشارك معكم السلعه اللي عندي هنا ديال الملابس تركيا. المهم السلعه اللي عندي غنشاركها معكم، واي وحده بغات شي حاجه غتسكرينيها ليا وغنخلي لكم النمره ديال الواتساب ديالي في صندوق الوصف، اولا نخليها لكم انا اسفل الفيديو باش تواصلوا معايا وتقولوا لي السلعه اللي بغيتو اولا يعني الحاجه اللي نتوما عجبتكم ومحتاجين ليها. المهم باش ما نطولش لكم البنات، نخليكم مع الفيديو ومع الملابس اللي غنشارك معكم. واللي كتدخل اول مره القناه عندي نتمنى تشترك عندي وتخلي لي بزاف ديال لايك والاشتراك والبارطاج مع الحباب والاصدقاء وتخليها لي كومونتير ديالها، وباش ما نطولش عليكم يلاو معايا البنات. هادو هما الملابس اللي غادي نشارك معكم، يعني متنوعين كما كتشوفوا معايا، وكل حاجه غادي نحلها لكم باش تشوفوها ونوريكم لي طاي ديالهم. معكم البنات اول حاجه هما الكنيديرات كما تشوفوا معايا. الكنيديره الاولى كتجي الديزاين ديالها هذا الشكل، صراحه كيحمق، والتوبه ديالها يعني خيط وبارد كتجي هذا الشكل. وعندي الكنيديره الثانيه اللي كتجي هذا الشكل، حتى هي التوب ديالها يا سلام، يعني نتمنى تبان لكم الزواقه ديالو. وكذلك الديزاين اللي عنده هنايا في العنق، ما تديوش البنات على الصوت ديال ولدي، راه عندي الدرينه صغير. حتى هذه كتجي روعه وفي اللبسه يا سلام، زوينه يا البنات وكيحمقوا صراحه. وهما يا البنات كيتلبسوا ستوندار يعني. دابا يا البنات ندوزو لشكل اخر من البيجامات. البيجامات ديال تركيا اللي كتجي على هذا الشكل نصكم كما كتشوفوا معايا، توب يعني قطن وبارد، كتجيب هاد الديزاين كان الصيفات هنايا، هاد الديزاين ديال القليبه الحكايه، ونفس التوب اللي عندنا هنايا في الكول هو اللي كاين في السروال ديالها كما كتشوفوا معايا هكايا. وكتجي في اللبسه على هاد الشكل، الا بغيتي تلبسيها غير هي وهذا ديال هاد الشورت ديالها، والا بغيتي تلبسيها مع البينوار اللي عندي هنايا ها هو كيجي طويل، يعني يمكن تلبسي هكايا حتى الواسكي الا كنتي معاهم او دار شي ضيف. وعندها الدونتي هكايا في الجناب، وكتجي البنات هكايا الدونتي عندها في اليدين جوج، وماركة ديال تركيا يعني شي حاجة زوينة وصراحة كتحمق، كنظن راه يكون كلشي باين واضح. اللي بغات شي حاجه البنات ما تنساوش تسكنيو ليا النوع اللي بغيتو وصيفطوا ليا في نمر الواتساب اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف او اسفل الفيديو، ما نخلي لكم النمره باش تواصلوا معايا. ودابا يا البنات جيت نشارك معكم هذه البيجامه اللي دابا رائعه جدا جدا، قدرت لبسيها في الدور لبسيها كذلك، تخرجي بها للزنقه اولا يعني تسخري بها كيف تخرجي بها. كتجي بهذا الشكل 3 بياس كما كتشوفوا معايا في الصوره. أجي نقول دابا نوريكم السروال اللي كيجي هكايا، عندو هاد البنط هكايا في سميتو في السنطة ديالو، وبعد جيوب هكايا يعني بهاد الشكل تجي هكايا في التحت. وعندي هنايا البودي أو الدوني ديالو اللي كيجي كوتون 100%، وعندي يعني هاد البياسة اللي كتجي من الفوق اللي عندها تضيفات بهاد الشكل، وعندها هاد القب اللي هو يا سلام كيجي في اللبسة زوين كيما شفتو معايا هكايا في الصورة. وهاد الطاي الطايئين اللي مهتمه يا البنات سكريني ليا وتصيفط ليا في الواتساب، نتمنى ان شاء الله تواصلوا معايا. يا البنات نزيد معكم الملابس يعني الداخليه، هنايا عندي شوميز زونوي كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، الهبل يعني شي حاجه رومانسيه ويا سلام كتجي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا في التصويره. ودابا نوري لكم في الواقع، عندي هنايا في الاحمر عندي هنايا البنات، عندي هنايا في الحمر كيف ما كتشوفوا معايا كيجي هكايا في الدونتي هنايا في الصدر، وجيت يعني الظهر كتجي هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا البنات كيجي بهذا الشكل، يعني كنتمنى تكون الصوره واضحه. جيت الصدر كيجي هكايا دونتيل كله دونتيل، وجيت الظهر كيجي هذا الشكل اكس، وتا هو عنده الدونتيل
صراحة شي حاجة كتهبل ورومانسية، ومن التحت كيف ما كتشوفوا معايا حتى هو في دونتير، يعني سلعة تركية، كنأكد لكم ديرها سلعة تركية وماشي ستان. وعندو هنايا كذلك بينوار اللي كيتلبس معاه، اللي كيتلبس من الفوق حتى هو كيجي دونتير كيا من جهة اليدين، يعني التوب ديالو راه شي حاجة يعني يا سلام روعة روعة. البنات اللي بغات شي حاجه تسكريني ليا ضروري باش نعرف اين انا وبغات، حيت هاد السلعه هي اللي بقات عندي، كنخلي لكم المجال في السكريني، يعني شي حاجه اللي عجبتكم محتاجينها وبغيتوها. معكم كذلك البنات في بلو مارين وبيض، هاشاك معكم هنايا يعني الصالوبيت اللي كتجي بهذا الشكل، كلها دونتي هنايا من التحت كيف ما كتشوفوا معايا، ودونتي هنايا من جهه الصدر. وغنوقف عليكم بحال هاد الشكل باش تشوفوها، صراحة زبط وعاود صراحة شي حاجة يعني كاليتي وزوينة كما كتشوفو معايا. اللي عجبات هاد سكرينيا وتصيفطها ليا، باغا كتجي باردة يعني زوينة. شوفو معايا هنايا التصويرة ديالها، وانا غنجي نشارك معكم كذلك واحد الكسيوة يعني صيفية حتى هي اللي كتجي بهاد الشكل. هاي في التصويرة تشوفوها في التصويرة، كتجي بهاد الشكل، عندها جيبة. هاي البنات كما قلت لكم يعني اس لاطاي اس، ويعني كتجي باردة وكاينة في الكحل وكاينة في هاد الكري، يعني تقدر تلبسيها في الدار تلبس تخرجي بها مع هاد الصيف، يعني كتجي باردة. هادي هي وقيتها، هادي اس يا البنات، وهاد تلبسيها حتى الام، يعني راه كثيرة، يعني كيف ما كتشوفو معايا ماركة زوينة كاليتي سلعة تركيا. ثم اخرى يا البنات في السومو كيف ما كتشوفو معايا، عندها هاد البنطة هكايا من جهة السنطة بهاد الخويطات، عندها يعني هاد الشكيلات هكايا في الثوب، وعندها البنطة من جهة الرجل في التحت، يعني مجموعة من التحت كيف ما كتشوفو معايا البنات. وبالنسبه للفوق ديالها كيجي بهذا الشكل، بهذا الديزاين، يعني هذا الديكور اللي هو زوين، وكتجي كل داير وطاي طاي ام وكاليتي، يعني شي حاجه ديال تركيا وزوينه سكريني ليا. هذا يا البنات باك كيجي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره ديالو. نبداو بالسريوين ديالو اللي كتجي لنا، يعني هذا البانطا كيا في جهه السمطه، وعندو هاد الوريضة بهاد الشكل، ورطيطب كيف ما كتشوفو معايا توب، يعني شي حاجة غزالة. بغيت ليكم البنات ما كرهتوش ليكم وحدة وحدة، عريسات نفسات تالي ماشي عروسة تفرح براسها، بقى فيه غير هاد يعني هاد البيسة وحدة اللي بقات عندي. وعندي هاد الشكل، يعني هاد الدوني ديالو اللي عندو هاد فيه هاد ديزاين كامل جيت ستر، فيها الدونتي من جهه الصدر كيف ما كتشوفوا معايا التوب، يعني شي حاجه روعه بلا ما نهضروا عليه، يعني السلعه ديال تركيا راه باينه يا سلام. السلعه تركيا لا يعلى عليها، ونجي دابا نوري لكم يعني البينوار اللي كيجي من الفوق حتى هو كله دونتي هنايا من الفوق حتى لتحت، يعني طنص ديال تقريبا عنده فيه الدونتي كذلك في اليديات ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. بلاتي كاع نحلو لكم يعني تشوفوا بهذا الشكل سكريني. والبنات اللي بغات شي حاجه تسكرينيها ويعني وصفت ليا في الواتساب، شوف كنتمنى يكون واضح لكم كيجي بهذا الشكل، يعني ماشي سامبل ولكن راه مزخرف، نتمنى تكون الصوره واضحه. وقبلوا على الكاليتي ديال التليفون ديالي البنات. عندي بيجاما هنايا، عندي البنات بيجاما كيف ما كتشوفوا معايا، بغيت نشارك معكم اول حاجه هاد اليديات ديالو كي كتجي في الشكل ديالها، كلها دونتير شي حاجه روعه روعه روعه، يعني ما يمكنش شي واحد يشوفها وما تعجبوش. بالنسبه كتجبد تشوفوا يعني الشكل ديالها، عندها حتى كذلك الدونتير هنا من جهه العنق، يعني تقدر البنات تلبسوها بوحدها، يمكن لكم تلبسوها بوحدها وبامكانكم كذلك تلبسوها مع السريوي ديالها. غنشارك معكم حتى هو
كتجي صراحة زوينة وكتحمق، يعني لمستي فيها وشفتي الكيوت ديالها في الواقع، يعني ما يمكنش. هذا هو الكريمي ديالها وفايت فانسون دار، يعني تاخد اي فانسون. هذا هو الكريمي ديالها، فيها البنطة الثانية جات تسيفا وصب الكل، يعني حسيت بالدرجة لا تتصور، بارد كيف بارد. هنايا هاد البيجامي كتشوفو معايا ديال المبرة، صراحة شي حاجة زوينة، فيها هاد ميكي من الوسط بالألوان، يعني وفيها يعني هاد هكايا، هاد يعني مجموعة من اليدين، وكذلك الكول داير، ومجموعة كذلك من التحت عندها هاد لاستيك ديالها، يعني مجموعة من التحت، وعندها سروال اللي هو تا هو زوين، و انتوكا هاد جوبا، ومن الداخل ديالهم داك المبرة ديال يعني المبرة ديال البياسة الفوقانية، يعني متناسقين شي حاجة زوينة ومبرة طيبة. المهم كيما قلت لكم البنات السلعة ديال تركيا وشي حاجة زوينة وكتهبل صراحة. هذا الشيء اللي بقى عندي وقلت نشاركو معكم، اللي بغات شي حاجة نخلي ليها نمرتي وتواصل معايا في الواتساب وسكرينيو لي الحوايج اللي بغيتو اللي بغيتوها، ومن بعد نتواصلوا انا وياكم في الواتساب. مرحبا بالجميع، جيت نشارك معكم شوميز دو نوي برومي كاليتي، يعني ماشي هذاك اللي شفتو عندي في الاول، كيجي بهذا الشكل، هذا الديزاين تشوفوا معايا في التصويره، في اللون ديالو يعني بوردو. غنحلو معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل، يعني شي حاجه روعه. من جهه الصدر يا البنات كيجي بهذا الشكل، من جهه الصدر يا البنات كيجي كايا دونتيل، يعني راه شفتوا الشكل ديالو. وفي الدونتيل كذلك في الاسفل، يعني بالجهه الاماميه في الاسفل فيها هاد الدونتيل من التحت. كيجي بهذا الشكل يا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، يعني اكس من اللور. وهنايا في الامام ديالو حليتو لكم هكا باش غير يبان لكم، يعني ماشي بحال داك الشكل الاول اللي يعني شفتو معايا. وهذا في البوردو، وفي التحت يعني في هاد الطونتين من التحت. وانا كيجي الطونتين من التحت البنات، وكتجي هاد الفتحه في الجنب كيف ما كتشوفوا. هذا في البوردو يا البنات، سكرينيو اللي بغاتو طاي اس. كذلك هاد البيجامه اللي كتشوفوا معايا في الكري، كتجي بهذا الشكل بهاد اللوينات اللي فيها، فيها تصديفات وهي نص كم. وهي نص كم البنات، هذه غير يعني ديال المغرب، يعني كما قلت لكم عندي سلعه مخلطه وشاركت معكم يعني السلعه اللي بقات عندي. وهذا هو السروال ديالها، اللون ديالو هو اللون يعني اللي كاين هنايا في جهه الكول ديالو من الداخل، والكول كيف ما كتشوفوا الكول داير. هنايا البنات عندي هاد البريغات اللي كتشوفوا معايا في النقري وكذلك في الدبي، نمره 37 38، شي حاجه زوينه وديال المناسبات، لبس مع الجلبات مع التقشيطه مع كل ديال التسبيبيت في الكحل وفي البيج اللي كتلبسي مع كلشي. 36 37، بغيت البنات شي حاجه تسكريني ليا وتصيفطيها في النمره اللي غنخلي لكم في يعني في صندوق الوصف او اسفل الفيديو. هاد الساك اللي هو روعه يا سلام، عجبني انا شخصيا، واللي بقى عندي كذلك عنده ليديدات ديالو في الخشب، يعني جلد شي حاجه كاليتي عنده. كيف ما كتشوفوا معايا في الداخل شفتو كي داير، يعني شي حاجه متقونه
الخياطه ديالو حتى هي متقونه. كنتمنى تكون الصوره واضحه يا البنات. في هاد يعني هاد الجوبه هكايا من القدام. بغيتي تهزيه بحال ما هكا غير ملي جاتو بيتي هي كذلك من السنطه ديالو. هزيه هكايا من السنطه يعني، وكذلك تهزيه مع كلشي لان اللون ديالو كيتواتى مع كلشي. وشي حاجه واو. سكريني والبنات الى عجبكم وصيفطوا ليا في الواتساب في النمرة اللي غنخليكم. البنات ختام وعميد، جبت لكم شي حاجه لي يا سلام زوينه 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 بزاف، والصوره ديالها راه كنتمنى تكون واضحه لكم. المهم يا البنات جبت لكم بينوارات ديال الحمام يعني فين ما تدوشي انت والزوج ديالك. بالنسبه لبناتي مازال ما تزوجوا الله يفرحهم والله يعني الله يفرحكم في اقرب وقت. هذا البينوار يا البنات كيف ما كتشوفوا معايا ديال العروسه دايره به كيا فوطه صغيره باش كتمسحي وجهك، وهنايا الفوطه متوسطه، وهذا ديال العريس الزوج، وهذا الفوطه ديالو متوسطه، ودايره هنايا بالبينوار فوطه صغيره يعني باش يمسح وجهه هكايا الى غسل وجهه. صراحه شي حاجه زوينه يا البنات اللي عجبها هاد البينوارات بجوجهم يعني شي حاجه واعره وكاليتي. سكريني ليا صيفط ليا في النمره ديال الواتساب ديالي، وان شاء الله ان شاء الله اللي كتدخل اول مره القناه ديالي تشترك عندي وتخلي ليا الاشتراك والبارطاج مع حبايب الاصدقاء والكومونتير. وبلا ما نطول عليكم نقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. واللي بغات شي حاجه تسكريني عليها وتصيفطها ليا في النمره اللي غنخلي ليها في رابط يعني في صندوق الوصف او في اسفل الفيديو. والى اللقاء الى الفيديو الماجي ان شاء الله.